مساء الخير يا سيف، ويسعد أوقاتك يا سيف. برغم ان احنا موجودين في مكان يعني بنعزي بعض فيه، احنا لما بنعزي بعض بنقول لبعض تعيشوا وتفتكروا، فنعيش ونفتكر كل اللي انت عملته يا سيف. احنا ما عندناش حد بيموت، اللي بيموت هو الشخص الخامل اللي ملوش ذكر وملوش اثر. سيف احد الناس اللي شجرت حراس الحرية في مصر، اللي بيدافعوا عن حرية الوطن وعن حرية المواطن، ما بيموتش لان اثاره موجودة وقضاياه موجودة وتلامذته موجودين. وزي ما هو اتعلم من الناس اللي سبقوه، ففي اجيال كتيرة اتعلمت منه. احنا مش موجودين عشان نقبل سيف على الاطلاق، احنا موجودين عشان نقوله روح بالسلامة، وانه فيه كل الناس اللي موجودة ديت هي موجودة عشان تواصل نضال الدفاع عن حرية الوطن والموت. النهاردة انا فعلا قلت العلاء اللي انا كتبته، والنهاردة انا زي ما انا بقول انا ما بخجلش من دموعي، انما انا كنت عايز احضن علاء وسناء واقول لهم ان انا قد ايه بحبهم، ومش انا بس اللي بحبهم، كل الناس ديت بتحبهم، وان هم يجب ان يكونوا فخورين جدا بالميراث اللي ورثوه. هم لا ورثوا فلوس ولا ورثوا جاه، هم ورثوا سجن، ورثوا تعب، ورثوا نضال من اجل الحريه، وهيكملوا لان لازم يحافظوا على ميراثهم.